رفعت السرية عن تفاصيل حادثة 14 باط 2005 وصدقت المحكمة الدولية على القرار الاتهامي بشأن عملية اغتيال الرئيس الحريري. ما عاد التهم إذن المرافعات الإعلامية من هنا أو من هناك، ومهما ترافع من ترافع عبر المنابر، ومهما أنعم المنعمون على الناس بطلاتهم الإعلامية المكثفة للاستنكار أو الانتقاد أو التهجم، فلن يغير في الأمر شيئاً، فمكان المرافعة الوحيد الذي يحتسب بلغة القانون والعدالة الدولية هو لاهاي، حيث ستفتتح جلسات المحاكمة بحق المتهمين ولو غيابياً. أنا بقول عندي قول بالمنطقة أنا والبلد كلها، ما بصدق إذا أشوف بعيني هذا القرار. هذا بعبر عنهم، لا حدا همه رفيق الحريرة ولا حدا همه، ما حدا همه، هدول انسى شو بدك، هذا كله كذب ونفاق. والله هن المحكمة أصدق منا، أنا ما بقدر يعني خالف رأي المحكمة. إذا في إثباتات ببين، إذا ما في ما ببين. لحد يطلع ما اتهموا حزب الله، لحد يطلع عم بيتهموا أشخاص أفراد، لأنه هني قالوا نحن ما بدنا نتهم إلا أفراد، بس إذا هو بده يتهم حاله هذا موضوع تاني، يعني إذا هو بده يحمي القاتلة موضوع تاني. موضوع كبير أكبر منا نحن نتدخل فيه، نترك القضاء يأخذ مجراه. القرار الذي تضمن الكثير من تفاصيل الجريمة، أهم فيه العبارة التي وردت في توصيف المتهمين الأربعة بأنهم من قياديي حزب الله الإرهابي. الموضوع معروف مسبق قبل، انه معروف مين قتله الحريري، معروف انه حزب الله يد فيها. قرار مفصل سمعته وجيد يعني وواقعي منطقي، ومفروض انه يعاقبون يعني حزب الله ولا غير حزب الله، لانه مين بده يقتل الحريري لما يكون حزب الله. كثير مهم، بس بكل صراحه بلبنان بدنا شي 200-300 سنه لتتنفذ العداله مثل ما لازم. ونحن كتير مبسوطين لصدر القرار الاتهامي، والمفروض المجرم انه يقتصوا منه فان دو كونت، يعني بده يضل لنا بدنا نضل نحن على بيتنا نرجع يعني بالنتيجه. الرئيس سعد الحريري طالب السيد حسن نصر الله بموقف تاريخي والتوقف عن الهروب إلى الأمام وتسليم المتهمين. الأمانة العامة لقوى 14 أدار اعتبرت نشر القرار حدث استثنائي كبير، وحزب الله مطالب بتسليم المتهمين. ويبقى أن الستار لن يرفع كاملا عن التفاصيل إلا في قاعة المحكمة التي ستنشر تحت قوس عدالتها فصولا من إحدى أبشع الجرائم التي اجتاحت لبنان في مرحلة الاحتلال السوري، بالتكافل والتضامن مع أطراف لبنانيين، علما أن المتهمين ليسوا حتى الآن مسؤولين بالنسبة للمحكمة إلا إلى حين إثبات العكس وإصدار الأحكام.